نبدأ على طول كده ونخش في الموضوع. الزمالك قدم لقاء سيء يتقال عليه سيء قدام فريق ما عندكش فكرة انك تقدر تقول اصل هو فرقة جامدة هو فرقة مش جامدة، يعني كإمكانيات في فرق للزمالك. ايه اللي حصل النهاردة عشان الزمالك يقدم الأداء ده؟ مبدئيا طبعا لازم نبارك للزمالك وجمهوره وإدارته واللعيبة والجهاز على الصعود. حلو طبعا، يعني انك تصعد حلو جدا وحاجة كويسة وهتاخد نفسك وعندك شهر تقدر تستعد فيه بشكل كويس لدوري المجموعات القوي جدا، لأن بطولة أفريقيا السنة دي قوية جدا جدا جدا، جداً. يعني الضعيف فيها هيتفرم. صح، فأنت كويس الدنيا هادية يعني الحمد لله ما فيش مطبات النهاردة حصلت. اللي كان صعب الماتش أحداثه مش في الملعب، يعني أحداثه اللي بره والفريق بيحاول يتزاكى في اي حاجه، بيحاول يخليك متوتر ويحط عندك مشاكل وضغط عصبي، ونجح في كده. ويمكن عشان كده بقى يعني جزء من ان الفرقه دي كانت كويسه النهارده وانت متوتر كده ان نفسي اكيد الاحداث اللي قبل اللقاء جزء أكيد. لكن لو هنبص لحاجات تانيه عشان تتصحح بعد كده، انت طبعا لازم تخش باداء اقوى من كده دوري المجموعات. مش عايز كلام، لان الفريق ده اقل بكتير، لا يقارن بالثلاثة اللي معاك مثلا، يعني بالمجاميع كلها، بس اللي معاك فريق يعني لا يقارن ب 16 فريق اللي صعدوا. اكيد اقل، بس النهارده ظهر بشكل كويس. اتفاجئت من اول دقيقه، بس المفروض احنا نتفاجئ، بس يكون المدرب واللعيبه مجهزين كذا سيناريو، يعني حاطين كل السيناريوهات الفرقه دي هتلعب ازاي ومذاكرهم كويس. بس احنا كجماهير او احنا بنتفرج ممكن نتفاجئ، يعني اتفاجئت مثلا انهم من اول دقيقه بيلعبوا ماتش مفتوح وبيضغطوا ضغط عالي مثلا من قدام وبيلعبوا كورة. الماتش اللي هناك الفرقة دي لعبت هنا أحسن من هناك بكتير. صح، بكتير. هناك كانت بتلعب بالعشرة لعيبة تحت كورة وبيدافعوا وبيلعبوا على المرتدات، بيستغلوا اللاعب نمرة ثلاثة والمهاجم بتاعهم. دول اللي ظهروا بشكل كويس. بيلعبوا جيم مفتوح، جيم مفتوح من أول دقيقة، وظهر عندهم ليهم شكل وفي نص ملعب بيسيبوا كورة بسهولة وبيوصلوا وبينقلوا الكورة بسلاسة جدا. الشوط الأول يا كريم، الشوط الأول كورتين بيباصوا في ال 18. صح، شوط وعواد شالها واحده في الدقيقه 46 برضو. غير كان بيوصلوا بكور يعني كذا كره خطر، يمكن هناك ما وصلوش بالكرات دي غير الجونين بس اللي جابوهم وبعد كده خلاص، بس يجوا هنا في ملعبك واعتقد كاداء كان هم يعني كويسين، مش عايز اقول افضل بس كانوا كويسين. تفضل حاطط ايدك على قلبك لاخر دقيقه واخر تلت ساعه انت بتطفش، يعني انت يعني كنت اتمنى، بص انا في البدايه كنت عايز الزمالك يصعد باي نتيجه، بس كنت عايز اديهم يعني ايه عشان القلق اللي عملوه، كنت نفسي اكسبهم 3-4. كان نفسي كزملكاوي نفسي اخد 3-4 سهله جدا.